ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم زيزو وجهاز. زيزو جنبكم النهارده. شويه بنلعب لعبه اضعف رجل في العالم، وبعد كده يا شباب هيبقى اقوى رجل في العالم. بس بص يا عين، احنا عاملين ازاي؟ زي العصايه. بصوا يلا رفيعين النهارده. يعني طبعا احنا في لعبه روبلوكس، يعني عشان اللي مش عارف يعرف. اوكي بص، ده اكبر واحد ده ولا ايه ده؟ بص شوف احنا ازاي صغيرين اوي. احنا نعمل ايه بقى؟ ازاي نبدأ؟ اوكي نروح نسحب الحاجات دي. تعال ناخد البطة. ده الراجل الاخضر بياخد البطة. ازاي ياخد البطة؟ البطة ايوه كده، خدت 6 بطات. يلا اسحبهم اسحب اسحب. يا لهوي ده ده، استنى اوقع واحدة، طب اوقع التانية، طب التالتة. يا لهوي يا جماعة، هضعف كده. يا لهوي هضعف جدا. ايوه نقدر نسحب واحدة. يلا 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 يلا، استمر يا بطل، استمر يا اسطوري، استمر استمر. يلا ياس، سحبنا اول بطة. إيه قوتنا ارتفعت المرة دي. بقى نسحب بطتين. يلا نسحب كام بطة؟ يا ايوه كده بطتين. يلا مش قادرين على بطتين، طب خلاص خلينا بطة واحدة. يلا يلا يا بطل، يلا يا ضعيف، يلا قوي، يلا عصيت مع الشنطة. اوكي يلا عمالين نزيد طاقة وقوة. نسحب بطة بطتين بقى المرة دي. لا يلا يلا نقدر. أيوة أيوة بنمشي، احنا بنمشي. لا احنا ثابتين في مكاننا، لا مش عارفين نسحب بطتين. لا 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 لا، طب هنقلل نخليها بطة واحدة بقى المرة دي. احنا عمالين نعاني يا شباب، احنا معقولة ضعاف أوي كده الدرجة دي؟ يلا نسحب اسحب اسحب. اوف يلا يلا يا بطة. يس ايه ده؟ ده في حاجة اسمها اكواد هنا. ايه ده؟ ده ممكن نحط كود هنا يا شباب. ما تيجي نجرب كده، نحط اي كود. نحط مثلا الكود ده كده. إيه نستخدم؟ اوكي إيه بيدينا الانرجي في 2، بيضعف لنا الطاقة اللي احنا ناخدها. اوكي هنقدر نسحب بطاطين دلوقتي؟ لا ما نقدرش. خلاص على بطة واحدة. يلا يلا يلا، عندنا 5 دقايق ندبل فيهم الطاق. يلا 160. يلا 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 يلا، بسرعة بسرعة بسرعة. يا بص الراجل ده بيسحب كل حاجة معاه. اوكي بس يلا بسرعة. يلا ايه احنا خايبين اوي كده. يس يلا يلا يلا، هذا دلوقتي نسحب كام بطة؟ طب احنا هناك ما ينفعش نتمرن؟ ايوه اهو هنا بقى نتمرن يا شباب. هنا عاوزين نشيل بقى حديد وكده. اوكي شباب بصوا، هنا ندوس وايه ونعمل عضلات عشان نعرف نشيل. فاحنا ندوس كتير بقى عشان نعمل عضلات. ايه رأيكم؟ فشوية كده وارجع لكم. اوكي شباب انا عملت بكل الطاقة اللي عندي وعملت شوية عضلات حلوين كده. اوف دي ريشة دي. لا تعالى بس عاوزين ناخد واحدة من دي بقى. يلا نقدر يا شباب نقدر. يلا اقدر. اوه دي سهلة اوي، كان من زمان نعمل عضلات. كنا من زمان، احنا كنا فين؟ بس خد كل اللي ممكن تقدر تشيله. لا لا نرمي واحدة. لا برضو 5 كتير اوي. نرمي واحدة. 4 برضو كتير. طب نشيل 3. ها برضو خلاص. لا ليه يا جماعة؟ في ايه؟ الحاجات تقيلة للدرجة دي ولا في ايه بالظبط؟ بس انا هعمل كله عشان حاسس ان في لخبطة يعني كده حصل. فانا هاخد بط كتير. بط اوه ده انا بسحب البط بكل سهولة. ده ده اوكي حلو اوي حلو اوي. نقعد بقى نسحب بط كتير كده.
لحد ما نجمع طاقة كتير ونروح نعمل لنا عضلات بقى يا شباب، ونبقى بص احنا ازاي تخلنا من العضلات، العضلات كبرتنا. فاكرين في الأول كنا ازاي عاملين زي عصاية المشة؟ احنا دلوقتي بقينا أقوياء يا شباب، فحاجة حلوة أوي أوي أوي. فنقعد بقى نسحب كتير من دي عشان نعمل طاقة وعضلات بقى وأوعى وش يا جماعة. يلا نايس، 50 ثانية على ما العرض يخلص، نشد بقى بسرعة. يلا يلا اسحب اسحب اسحب، 6 بطات. يعني شفت في الأول كنا مش عارفين نسحب غير بطة واحدة بس، ب21 عضلة بقينا نعرف نسحب كتير أوي أوي أوي، اللي هو 6 يعني. فحاجة حلوة جدا جدا جدا. اسحب يا معلم، ويلا اسحب تاني تاني، وتعال نسحب، نروح برضو نسحب ريش. الريش ده هات كل الريش اللي عندك، تعالوا بقى بسرعة قبل ما ناقص 10 ثواني. ياس احنا يا شباب انجزنا انجاز كبير. فتعالوا بقى نشيل عضلات، نشيل حديد قصدي يعني، عشان ايه؟ تعالوا نشيل من اكبر واحدة دي. يلا يا فين في، ايوه نقعد بقى ندوس عشان نعمل عضلات شوية شوية كده، وارجع لكم. اوكي شباب، بقى عندنا 56 عضلة، يعني والله حاجة عضلة على عضلة يا شباب، حاجة خرافية جدا. فتعالوا بقى نجرب نسحب 2 من ده، 2 من القعدة دي. اوف اوف اوف، ايه كل ده؟ انا مسحبتش انا كل ده، الراجل ده عمال يسحب. اوكي نسحب 1 كده، اكيد انا عارف نسحب 1 يعني. ده بص ازاي سهل ده، احنا بص بقينا معضلين يا شباب. بص العضلات، بص الروقان، بص الجمدان، بص الحاجات الحلوة يا شباب. بص ازاي احنا بقى عندنا عضلات كده بقى، اوعى وشك يا معلم. تعالى اسحب انت بقى، اسحب كتير يا زيزو، يلا يا زيزو تقدر يا زيزو. ايوه يا شباب ايوه، بص ازاي بنسحب احنا 6 عادي ولا كأن معانا اي حاجة. بص احنا ازاي اقوياء، ده احنا اوعى وشك أقوى ناس في المجرة دي، أقوى ناس في مجرة درب التبان. ده احنا قعدنا على القعدة ولا كأننا دخلنا الحمام. ده ايه ده يا عم؟ مش هذا مش هذا. اوه يا عمي، اوكي ثانية بقى كده عشان في كود خرافي وانا عارفه بقى. بص الكود ده 1500، لا 1500 ايه، 1500 ايه، لايك. ايوه كده بقى يا شباب، نحط الكود ده وهيدينا ضعف الطاقة لفترة كبيرة. تعالوا بقى نسحب حاجة، نسحب قعدة كتير ونسحب. وبيعمل لنا صوت مقرف لما بنيجي نسحبها، معرفش ليه يعني. نسحب ريش بقى ونسحب كل حاجة، يلا بينا. اتايجا سحبت كل ما سحبت بما فيه الكفاية. تعالوا بس نسحب دي بقى عشان احنا بقينا خلاص اقوياء. نفتح بقى يا معلم البوابة دي، يلا سحبناها. ايوه اسحب كده هنا وسيبها بقى كده هنا. تعال بقى نروح على العالم التالي. والعالم الجاي يا شباب عبارة عن مكان فاضي في كور بقى نسحبها، بس قبل كل ده عاوزين نشيل العضلات، نشيل الحديد. ايه ده وهنا مفيش مكان؟ ايوه في هناك، في مكان بتاع حديد اهو. تعالوا بقى كده ايه، نروح نشيل حديد عشان نتمرن ونبقى اقوياء جدا جدا جدا، بما اننا معانا 5000 طاقة. يلا بقى يا معلم شوية كده بقى يا شباب، وارجع لكم علشان اعمل عضلات يا شباب. وانا في نص البتاع اكتشفت ان في وقت بتاع الكود، قلت بستغل الوقت بتاع الكود ده. اوكي ده دلوقتي يا شباب بنسحب الازايز، الازايز صعبة اوي شوية، انا مش صعبة اوي بس صعبة شوية كده. اوكي بس بصيتي حاجات كتير يعني. اوكي ده العالم بتاع التمام بتاع الحديد ده. اوكي مش قادرين نسحب حديد،
طب نصحى 5، نصحى 4، مش قادرين نصحى 4، طب نصحى 3، مش قادرين نصحى 3، طب نصحى 2. ايوه الاتنين ها بيتسحبوا شوية، يلا بيتسحبوا ولا ما بيتسحبوش؟ طب واحدة، لا الواحدة سهلة، الواحدة سهلة، لكن بس ما بيديش كتير. انا شايف ان احنا نجيب كتير قوي من الازازة اللي هناك دي، اسهل لنا واصرف لنا يعني بسرعة عشان نعمل كتير. تمام، يلا يلا يلا. احنا لما بننط الحاجات بتتكعبل وبتتكركب وكده يعني، فاحنا احسن لنا يعني ان احنا ما ننطش، ان احنا نمشي دغري على طول. فشباب لو انتوا دلوقتي مستمتعين بالفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد. تمام، الحاجات دي ما تنسوهاش دايما وانتوا بتتفرجوا عليا، دايما لما تتفرجوا عليا ما تنسوش الحاجات دي عشان احبكم، والراجل القوي ده ما يجيش يضربكم لو انتوا ما عملتوش. هجيبها، بص بص شايفين انا قوي ازاي، بصوا عضلات على وشك، عضلات بص يمين وشمال، وعضلات فوق وتحت، عضلات من كل حتة يا معلم، عضلات من كل مكان. تعالوا بقى يا شباب كده نسرع شوية الفيديو ونقعد نجمع طاقة، يلا بينا يلا بينا. بصوا يا شباب الوقت خلص، بس بصوا انا جمعت كام طاقة، 41، 43 ألف يا شباب من الطاقة، والله حاجة اسطورية. فتعالوا بقى نزود قوتنا، العضلات بتاعتنا يعني، وارجع لكم. وصلنا يا شباب لمية عضلة يا شباب، حاجة خرافية جدا جدا جدا. فتعالوا نزود، تعالوا نزود. بصوا يا شباب ازاي بقينا اقوياء، بصوا بقى عضلات مليون. تعالوا بقى احنا نقدر دلوقتي نشيل اي حاجة، تعالوا كده نجرب نشيل اتقل حاجة اللي هناك دي خالص، وانا متأكد جدا جدا ان احنا نقدر نشيلها، يا رب يعني ما اتكسفش قدامكم ونقدر نشيلها فعلا. يلا اوه يا شباب ده بصوا بقى نشدها كأنها نملة. اوه بص 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 ازاي، بص ازاي، بص يا حبيبي ايه السهولة دي، ايه السهولة دي. تعالى كده نسحب كل حاجة، 6، اوف ده المعلقين اللي في الاواخر بيت الكفر. انا تمديت جدا في اختياري لهذا التحدي. 4 نقدر نسحبهم، نقدر نسحب 4 يا شباب، يعني احنا اقصى حاجة نقدر نسحبها 4 من الكاوتشات دي يا شباب، وكمان بتدي كاشات محترمة. فتعالوا ناخد 4 من دي كده، 4، نسحب 4 من دي ونروح هنا. بس احنا بقينا تقال قوي، بقت حركتنا تقيل، لو نسحب 2 من دي نقدر، هنقدر. ايوه يا شباب ده احنا بنقدر، نقدر نسحبهم، يلا يا ابطال يلا، احنا اقوياء، احنا مفيش حاجة تهزمنا. ما تيجي ندخل العالم التاني. اوكي تعالوا بقى نسحب كده، بتتسحب دي، بتتسحب بكل سهولة دي، كأني بسحب ريش. اوكي خلينا بقى نسيبها ونروح هنا كده. ايوه يا معلم على الماب الجديد ده، تعالى نسحب دي بتاع خايبة دي، تعالى كده نسحبها. اوف 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 افا، يعني انا ما اقدرش اسحب دي،
اوكي فاكر نفسي قوي بقى وهعرف اسحبها وبتاع، هتلاقي نفسي بيبي كيوت، بيبي كيوت ضعيف، انا ما اعرفش انا اسوي بيبي كيوت يعني. طب اوكي، طب نسحب دي على الاقل يعني، دي اي انا ما سحبتش ده ولا سحب. اوكي يعني، يعني هو المفروض يكون هو البيبي كيوت الضعيف. اوكي هو بيزقني على فكرة، لو ما يعني هو لو ما حدش عارف يعني هو بيزقني او انا اللي بزقه. يا كابتن انا مش عارف اتحرك منك يا استاذ، يا استاذ عنكبوت انت، يا استاذ شرير، يا استاذ شرشر انت. اوكي انا مش عارف اتحرك، انا ده انا هرمي بتوعي اهو عشانك يا عم، عشان. اوكي تعال ناخد لنا واحدة تانية، تعال ناخد لنا واحدة تالتة، تعال ناخد لنا واحدة تالتة تاني، ناخد لنا واحدة رابعة، ناخد لنا واحدة خمسة. يلا خد كل اللي تقدر تاخده، يلا يلا نمشي بينا. على فكرة سهلة اوي دي، دي خفيفة جدا جدا جدا. نسحب بقى، في رأيكم شوية بقى انا اقعد اجمع طاقة وانت تقعد تتفرج عليا، تمام؟ فنسرع كده حتة مونتاج، يلا بينا. اوكي يا شباب، جمعت 21,000 طاقة. تعالوا برضه دلوقتي نروح نتمرن شوية، عشان صراحة يعني حاسة ان انا جمعت كفاية وعاوز بقى اوصل ل 200 عضلة. فاحنا صراحة لو وصلنا ل 200 عضلة تبقى انجاز اسطوري جدا. ويا شباب وصلت ل 200 عضلة يا شباب، بصوا احنا بقينا زي اكوي، ولسه في كمان معانا تاني، فخلاص يعني كده هنقف لحد 205 204 بس، يعني هو 204 كفاية. فيا شباب بقينا قوية جدا يا شباب، تعالوا بقى نجرب. بص بص بقى حجمنا ضخم ازاي، تعالوا كده نسحب 2 مثلا من دي. بقى سهلين سهلين. اوكي تعالوا نسحب 3 بقى، التلاتة ها صعب شوية يعني، ممكن نقدر نسحب واحدة من البطاطس دي بكل سهولة، شايفينها اللي هو عمال يسحبها بصعوبة دي. بس الراجل ده في واحد قوي هنا عمال يسحب كل حاجة كأنها لعبة في ايديه. اوكي تعالوا نجرب نسحب البطاطس دي كده يا شباب، ممكن تدينا حاجات اكتر. انا بتهيألي هنقف هنا يعني نجمع مثلا 10,000 طاقة، وبعد كده ننهي المقطع بقى عشان ايه يعني طولنا اوي كده. اوكي بس البطاطس حلوة اوي. طب تعالى نجرب نسحب دي كده، تمام مش هنعرف نسحبها عشان تقيلة أوي دي. اوكي لا صعب فعلا فعلا صعب، بس بتتسحب، هي بتتسحب اهو. تسحبوا كده بقى نسحبها، انا عاوز اسحبها حتى خط النهاية. يلا هو يا شباب هنسحبها اهو يا شباب، يلا اسحب اسحب، الله الله متستسلمش، اسحب يا عم زيزو اسحب، الله هتوصل. يس وصلنا يا شباب، ايوه كده يا معلم، ايوه. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، فمتنسوش بقى اللايك والشير والقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك جديد. وايه رأيكم بقى في عم عضلات ده؟ بعضلات بصوا عضلات، فاكرين في اول فيديو كنا عصاية، دلوقتي بقينا اقوى ناس في اللعبة. ولسه في حلقات جاية من اقوى رجل في العالم، فمتنسوش بقى تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.